سلام بنات، كيف بقيتو؟ مزيان، لاباس عليكم البنات؟ سمحوا لي حتى ساليت، عاد فكرت نصور الفيديو. المهم انا البنات تنصوب ماسك ديال مرمم للشعر، الشعر المتقصف اللي مقرض اللي مهلوك بالكيراتين بروتين بالماش الصبايغ، المهم داك الشعر المتضرر المتقصف. ماسك غزال، احسن من احسن ماسك تيتباع بثمن غالي، خصوصا كريمه ترميم الشعر تتكون غاليه. راكم عارفين واحد الماركة غالية، ولكن هذا طبيعي وتتصوبي بيدك تيطلع رخيص. المكونات ديالو ساهلين، انتوما زيت جوز الهند، انا استعملت هاد المارك. المهم انتوما اي ماركة ممكن تستعملوها هكا، زبدة الكاريتي ها هي. خديت انا هاد الطريف، خديته واقيلي ب40 درهم ولا 50 درهم، ما عند هادوك الافارقة البنات ريحتها ما نعاودش ليكم البنات. المهم عرفتوا الاصليه تتكون هذا اللون هكا والريحه خايبه. المهم فاش تميكسها مع جوز هذاك زيت جوز الهند راه ما تتبقاش داك الريحه. هانتو غير تنطربها، تندير التقده ديالها، التقده ديال جوز الهند نفس القياس، وتنطربها وتتولي هانتوما في هذا الشكل ابيض كريمي بحال الماسك. تتولي هانتوما شفتوا، تتولي بحال الماسك. طريقه الاستعمال ديالها، قبل ما تدخلي للدوش بنص ساعه تاخدي داك الخصال اللي تيكونوا مضرين، ما تحاولوا ما توصلوهاش لفروه الشعر، غير داك على الطول ديال الشعر المتقصف ميش باغ ميش، وغدلكوها مزيان بحال تتصوبوا. مهم شي ماسك باش تدخل، تخليوها نص ساعه وتدخلوا الدوشه، ومن بعد انتم غتشوفوا الشعر كي تيولي صحي وغزال. مهم المره الجايه فاش نكون نصوبها غادي نصوبها معاكم. دابا هانتوما مهم طريقه سهله، تتخلطي نفس الكميه ديال زيت جوز الهند، نفس الكميه ديال بور دو كاريتي، وتتخلطيها وتتحصلي هذا، وديريها في ان بواط وشدي عليها وبقيت تستعمليها. راه رائعه البنات، تنتمنى تجربوها، راه غزاله ما غاديش تندموا عليها وسهله، احسن قلت لكم من الكريم من الماسكات الغاليه اللي تناخذوا ولا تمشي تصوبيه في الصالون. راه عطو بحصه وحده في الصالون بالنسبه لهاد الماسكات المرممه للشعر، راه تطيح بالثمن. نتوما تصوبوا هادي راه غتصوبكم بزاف د الحصص. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، ما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك للفيديو وفعلوا الجرس باش توصلكم الجديد، لان نحط لكم فيديوهات قصار وتستافدوا منهم.